في الحقيقة طبعا أنا سعيد جدا بتكريم شريف أعرفها، أستاذ شريف أعرفها، بقول شريف أعرفها لأنه في علاقة قديمة جدا تربطني بيه، يعني لأنه يمكن كتير منكم ما يعرفش إن إحنا كنا مع بعض في ديسك واحد أولى تانية تالتة إعدادي مع بعض في نفس المدرسة، كنت بذاكر معاه في البيت، فأنا عارف شريف نشأ فين وحياته ايه والتزامه من زمان. على فكره طول عمره ملتزم، من واحنا في اعدادي هو شخص ملتزم جدا، حتى في لعبه كان، في هزاره، في شقاوته كانت بحدود لطيفه يعني. فطبعا ان شريف ياخد، استاذ شريف عرف ياخد الجايزه دي، ودي حاجه بسيطه جدا لمشواره الفني، فده شيء يسعدني جدا ويفرحني. مشوار طويل عرفنا بعضينا فيه، وكنت دايما اقول له ايه بقى، ما يلا نعمل حاجه، يقول لي لما تيجي، لان هو فعلا ما عندوش خواطر، ما عندوش مجاملات، لما يلاقي حد مناسب في مكانه المناسب بيشتغل معاه. تنوعه في اختيار مواضيعه ما تقدرش تحدده اذا كان مخرج اكشن ولا مخرج اعمال سياسيه او كوميديه او استعراضيه، هو متنوع، يقدر يعمل كل حاجه، انا شايفه يقدر يعمل كل حاجه. فهو مكسب كبير جدا لينا، ومكسب كبير لمصر، واحساسه عالي جدا يعني. ما اقدرش اتدخل طبعا في تكنيك الشغل بتاعه، بس انا بحس كتير انه هو بيشتغل، تبص تلاقيه يطلب من الممثل يقول له ايه، بص هنا واضحك، والممثل مش عارف يعمل، مالكش دعوه، بتتحط في المكان اللي هو فعلا مفكر فيه، فالافيه بيتظبط. هو فريد من نوعه في شغله، في فهمه للادوات اللي في ايديه، فاهم جدا جدا يعني. كنت لما كنت بعمل معاه ولاد العم كنت مستمتع، ما كنتش عايز الفيلم يخلص، يعني ما كنتش عايز التصوير يخلص، لانه كنت بحب اقعد اتفرج عليه وهو بيتعامل مع من هم وراء الكاميرا، اللي هم الناس بتوع الاكشن، اللي هيعمل ايه هنا، هينزل قذيفه منين هنا، فاهم هو بيعمل ايه، ما بيطلبش الحاجه كده اعتباطا يعني. فطبعا احنا كسبنا استاذ كبير جدا جدا وعظيم، وانا فعلا شهادتي ليه مجروحه يعني، انما